بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، ينبغي على كل مسلم أن يتذكر نعمة الله عليه، وأن تكون نعم الله واضحة في ذهنه، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن أعظم النعم نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، إذ أكرمه بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، ليؤدي فيه ركناً من أركان الإسلام، وليعمل ما يستطيع من أعمال الخير. ولا أحد من المسلمين إلا وهو يعلم أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مكلف، بالغ، عاقل، ذكر أو أنثى. فرض الله على المسلمين أن يؤدوا هذا الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في أن تكون نيته خالصة لله في كل العبادات، وبخاصة في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأن يبتعد كل البعد عما حرم الله، وأن يحرص كل الحرص على متابعة رسولنا عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو القدوة لكل المسلمين، نزل عليه هذا الدين فبلغه، وقام صحابته رضوان الله عليهم بواجبهم العظيم في تبليغ هذا الدين والدعوة إليه والاهتمام به. وإذا سمع المسلم حديثاً من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك آية من آيات الله الكريم، لا بد أن يتدبر هذا الوحي ويعرف معناه والهدف منه، وينظر في وضعه هل هو متقيد به، مهتد بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا. من أهم الأحاديث فيما يتعلق بالصيام قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الهدف أن يترك الأكل، أن يترك الشراب، أن يترك الشهوات، ليس الهدف هذا. من لم يدع قول الزور والعمل به، لا بد أن يفهم الإنسان ما معنى قول الزور، ما معنى العمل به. قول الزور هو القول غير الصحيح الخارج عن هدي الله المستقيم،
الذي فيه إساءة للدين، فيه إساءة للناس. وهنا ينبغي أن يتأمل الإنسان في ما يتكلم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى محاسبه عليه، كل كلمة يتكلم بها الإنسان مكتوبة عليه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يبيع ويشتري ويكذب على الناس ويغش الآخرين ويفتري عليهم ويصوم، ما فائدة صيامه؟ إذا كان يؤذي جيرانه أو يؤذي زملائه أو يؤذي إخوانه المسلمين، ما فائدة صومه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فيه دلالة واضحة وصريحة بأن الهدف من الصيام رجاء تقوى الله، وتقوى الله أن يبتعد الإنسان عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. ما معنى جنة؟ حماية، يحمي الإنسان من الآثام، من الأخطاء، يحجب المسلم عن الوقوع في الأهواء والمغريات. ولذلك ينبغي على المسلم أن يهذب نفسه من الأخلاق الرديئة، إذا كان يقع منه كذب، إذا كان يسيء إلى الآخرين، إذا يتكلم بكلمات سيئة، فليستغفر الله وليتب وليعود من هذا كله. وليكن الصوم في شهر رمضان هو السبب الرئيس في ابتعاده عما حرم الله عليه. الحديث الآخر وهو حديث متفق عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا أساء إليك أحد لا ترد عليه مثل إساءته، قل له إني صائم. بمعنى هذا أن الصيام يحول بينك وبين هذا التصرف أو هذا الكلام غير المناسب. وهنا تتحقق التقوى في الإنسان: لعلكم تتقون. أما إذا سابك أحد تعود وتعمل مثل ما يقول، إذا أساء إليك تحرص أن تسيء إليها وأن ترد، هذا لا ليس منهجا إسلاميا إطلاقا. فالصوم جنة. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ ومن يدل الناس على أبواب الخير إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا ينبغي للمسلم أن يتأمل ما قاله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ الصوم جنة. وقلنا إن معنى جنة يعني حماية وحاجز تحجز الإنسان بينه وبين الأخطاء. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهكذا فضل الصيام وعظم أجره مما ينبغي أن يكون واضحاً لدى كل مسلم، وأن يحرص على انتهاز هذه الفرصة. من أعظم نعم الله علينا أن الإنسان أدرك رمضان وأنه صام رمضان، وبخاصة من هو في بيت الله الحرام في مكة المكرمة في أفضل بقعة من بقع الدنيا. اجتمع شرف المكان وشرف الزمان، عليه أن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد كل البعد عن المحرمات والشبهات، وأن يكون الصوم مؤثر في سلوكه، مؤثر في تصرفاته. ومع الأسف نرى العديد من المسلمين
في تعامله مع الآخرين، في بيعه، في شرائه، في كلامه، في مناقشته، يخرج عن الطريق المستقيم وهو صائم. يعني هذا أن صيامه ليس له أثر، وأثر الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينبغي أن يكون واضحاً لدى كل مسلم. إخلاص العبادة لله، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته وهديه، أن يكون الإنسان حريصاً في كل حياته، لكن في الصيام أولى. يعني المحرمات ممنوعة ومحرمة على المسلم في كل حياته، لكن حرمتها في مثل هذا المكان وهذا الزمان أشد. ولذلك الصدقات وذلك الحسنات تضاعف، كذلك السيئات تكون مضاعفة. فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر وأن يبتعد كل الابتعاد عما حرم الله. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نكون على وعي بها، وهي عظم أجر الصائم، وأن له عند ربه أجر عظيم. هذه لا بد أن تكون واضحة في أذهان المسلمين. ليس الصيام مجرد أن يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب. الأصل في الصائم أن يحرص كل الحرص على أن يعرف الهدف من الصيام، وهذا يتقيد بمتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه وسننه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يؤكد هذا، يقول: فالصوم يقول لله عز وجل وهو يجزي به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالصيام لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصيام لا يعرف كم مضاعفته ويتجاوز هذا، فهذا يدل على عظم أجر الصائم، وأن يعني أثر الصيام ينبغي أن يكون واضحاً لدى المسلم وهو يؤدي هذا الركن. ولذلك يقال: إن الصابر يجازى بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومضاعفة الأجر كما قلنا تكون بشرف المكان كالحرم، وبشرف الزمان كشهر رمضان. فينبغي أن يحرص كل حرص الإنسان على أن يعمل الصالحات في هذا الشهر المبارك. من المزايا الواضحة في عظم الصوم وأجره عند الله سبحانه وتعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه تبارك وتعالى فرح بصومه. فالصائم المخلص لربه سبحانه وتعالى سيلقى جزاءه يوم القيامة حينما يلقى ربه، ويكون فرح، يكون مسرور، لأنه أدى هذه العبادة كما شرع الله. في الحديث الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بالله. وهذا يؤكد
معنى هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. خلوف فم الصائم رائحته، وقد تكون الرائحة في أثناء الصيام ليست كغيرها، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى وبخاصة يوم القيامة أعظم وأطيب من ريح المسك. ومن من المسلمين لا يسعى للدار الآخرة؟ كل حياة المسلم الهدف منها ما بعد الموت، بعد أن يذهب من هذه الدنيا. ليس هدف المسلم أن تكون لديه أموال وأن يكون متميزاً في هذه الدنيا ويكسب لا، ليس هذا هو الهدف، كلها وسائل للدار الآخرة. ولذلك على الإنسان المسلم أن يدرك هذا الأمر وأن يحرص كل الحرص. لأبي عبيد رحمه الله كلمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الكلمة مفيدة، يقول فيها: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يقول فيها: إنما خص الله تبارك وتعالى الصوم بأنه له وهو يجزي به، وإن كانت أعمال البر كلها لله تبارك وتعالى. كل الأعمال الأخرى لله: عبادة، صدقات، إحسان، عمل خير، كله لله سبحانه وتعالى، والمسلم يقصده قصداً. لكن الصوم، يقول أبو عبيد رحمه الله: لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا بعمل، ولكن الصوم بالنية. والناس لا يدرون عن هذا الرجل هل هو حقق الصيام تحقيقا صحيحا أو لا. فالصيام في النية، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يتولى جزاءه على ما يحب من التضعيف، ولهذا ليس في الصوم رياء. ونقل أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله قوله: الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان عن الطعام والشراب. ثم قرأ قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ينبغي أن يكون المسلم لديه وضوح رؤية فيما يتعلق بالصيام ومزيته وأجره عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث المتفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني من كل شيء اثنين، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية: دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي هلم. طبعا تسميته باب الريان هذا تنبيه لأن العطشان الذي يعطش من الصيام وخاصة في الهواجر سيروى وعاقبته إلى ذلك حسنة لاشتقاقه من الري. هذا أيضا يؤكد الأجر العظيم للصائم، وأن الله سبحانه وتعالى أعد له أجرا عظيما. في حديث سهل بن سعد
رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني خاص بالصائمين، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الشرعية تؤكد على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على الاستفادة والانتهاز الفرصة بالنسبة لهذا الشهر. ونسأل الله العافية، من ينتسب للإسلام ويتساهل في الصيام وقد لا يصوم، يعني هذا شيء خطير، وهذا بعيد كل البعد عن الإسلام، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. ولذلك كيف يكون مسلما وأركان الإسلام غير متحققة لديه؟ قد ينتسب للإسلام ولا يؤدي الصلاة، أو يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يصليها بطريقة غير صحيحة، هذا كله لا يجوز. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به والابتعاد عما نهى عنه. إذا لم يتحقق هذا فليس المسلم مستقيماً على هدي الله. ما أعظم أجر الصائم فريضة أو نفلا، هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا لدينا، وأن يدرك المسلم أن الصيام من أعظم أنواع العبادات، وأنه ليس مجرد عادة. يحمد ربه على أنه أدرك رمضان وصام رمضان، قد لا تتاح الفرصة له العام القادم بالصيام، الأجل بيد الله، قد يخرج من هذه الحياة ولا يأتي إلى رمضان آخر. ولذلك على الإنسان أن يحرص كل الحرص على الاستفادة من هذا الشهر المبارك. طبعاً أيضا في الحديث المروي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، وبخاصة في رمضان وكذلك في غير رمضان، ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفاً. فإذا كان الصيام خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى فنتائجه وأجره عظيم. ولذلك أيضا الصوم يكفر الخطايا، الشوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه الأعمال الصالحة تكفر الخطايا وتكفر الذنوب ويستفيد الإنسان منها. العبادة هي لله خالصة، وهي من أعظم ما يقصد أو يهدف إليه المسلم في عبادته. في الحديث الصحيح أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. طبعا فوائد الصيام وآثاره كثيرة وعظيمة في مختلف المجالات، ولذلك لا بد أن يتذكر المسلم هذه النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص كل الحرص على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وسلف الأمة الصالح في كل العبادات وفي كل الأعمال، لأن الإسلام منهج وطريق وهداية للإنسان، ليس مجرد ثقافة أو معلومات. لا يتحقق للإنسان الإسلام على حقيقته إلا إذا آمن به وعمل به وفق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى تفسير القرآن الكريم وتفسير الأحاديث النبوية أي يعني فتوى أو رأي شرعي لا بد أن يرجع الإنسان فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا جميعاً، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يكمل هذا الشهر على خير ويدرك شهوراً أخرى قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والرحمة والمغفرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.